ومن خلالها كنشكر جميع السيدات اللي كاين معنا. كيبان لي الاستاذه فاطمه السعدي بلا ما نذكروا الاسماء، معنا نائبه المجلس الوطني بالغال. دونك كاين واحد الحركيه، كاين غنجي واحد الكلمه اللي قالتها السيده رئيسة أو منسقة القيادة الجماعية، كتقول لك بأن الحزب أصبح عنده واحد الإقبال وإقبال كبير كبير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بأن هذه الفرصة الثمينة ديال انعقاد ديال المؤتمر الجهوي لمناضلات حزب الأصل والمعاصرة، وكانت السيدة رئيسة المجلس الوطني بحضور السيدة رئيسة المجلس الوطني، رئيسة المنظمة ديال نساء المنظمة ديال نساء الحزب على الصعيد الوطني، كانت عضوة المكتب التنفيذي لمنظمة ديال النساء، كان كذلك السيد الأمين الجهوي السي عبد الرحيم بن طو، وكانوا الأخوات اللي عضوات المكتب السياسي سواء الفترة السابقة أو الحالية، كانت مجموعة من المناضلات. كان السيد رئيس مقاطعة البر المنصب بهذه المناسبة اللي كنشكره لأن هذا المؤتمر تنعقد في المركب الإداري لمقاطعة السيد البرنوصي. كنشكر اللجنة المنظمة النسائية اللي هيئات لهذا المؤتمر الجهوي للمرأة البامية جهة الدار بيضاء السطات، وكذلك تنشكروا المكتب السياسي والقيادة الثلاثية ديال حزب الأصل والمؤاصرة على رأسها منسقة القيادة الثلاثية الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري. اللقاء داز في واحد الجو ممتاز جدا، كان رائع، مؤتمر جهوي كان رائع ورائع جدا، وتخلاته كلمات جيدة وممتازة. المناسبة كانت هي انتخاب رئيسة المكتب التنفيذي على صعيد جهة الدار بيضاء السطات فيما يخص النساء، وهذه المناسبة نشكر رئيسة المنظمة الأستاذة فيطح قلوب اللي عندها واحد الإرادة واحد الحماس كبير باش تنجح هذه المرحلة فيما يخص تنظيم وإعادة الهيكلة، وكذلك الآفاق المستقبلية للمرأة البامية داخل هذه المنظمة. كانت منتخبات ومنتخبات ديال سواء ديال جهة الدار البيضاء سطات مجلس الجهة أو مجلس العمالة أو مجلس جامعة الدار البيضاء أو مجالس المقاطعات اللي كانوا حضروا كفتافها، وكذلك جميع المنتخبات ديال جهة الدار البيضاء سطات وبعض المناضلين والبرلمانيين اللي حضروا هذا اللقاء. وفي هذا اللقاء تم التطرق إلى مجموعة من القضايا التي تهم الحزب كإشارة سريعة لهذا النشاط الحزبي، ولكن ما خليناش المناسبة تدوز باش ما نذكروش بالذكرى بالاحتفال بالذكرى 19 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أبدعها وصنعها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياده، واللي كان فيها إنجازات كبيرة وكبيرة جدا، واللي كان هذا اليوم هذا اللي عرف جميع العملات والأقاليم ديال المغرب اللي احتفلت بهذه الذكرى، وكانت الشعار ديالها هو ألف يوم للطفل والمرأة، وخاصة الاعتماد على صحة المرأة. وكذلك كانت تهنئة ديال جميع المناضلات بالمستوى اللي ظهر به الفريق الوطني المغربي لكرة القدم النسوية، واللي انتصر على المنتخب الجزائري 4-0 ذهابا في مدينة الرباط، وانتصر كذلك ايابا بالجزائر. وهذه قلنا لهم هادو اشارات قوية من المملكة المغربية اللي غادا في تقدم وفي تطور وغادا في نجاحات كبيرة ونجاحات كبيرة، بالعكس الجار اللي غادي في الاخفاقات وفي التعنت وفي العناد. ان شاء الله الرحمن الرحيم من بعد انتخاب الرئيسة والمكتب التنفيذي ديال الجهوي ديال المناضلة البامية، كاين كذلك تمت الهيكلة ديال الأقاليم ديال التنظيمات الإقليمية، وكان واحد التوافق وكان إجماع على المصلحة العامة مصلحة الحزب مستقبل الحزب، وفي ظل هذه القيادة الثلاثية اللي فيها السي المهدي بن سعيد، وكذلك في السي صلاح الدين أبو الغالي بقيادة
الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، وكتبان بأنه كان هناك إرادة قوية لتقدم الحزب، وكذلك لإعطاء الحزب الموقع الحقيقي والمكانة التي يستحقها، خاصة أن هناك إقبال شديد للشباب والشابات والشباب، وكذلك المجموعة من الفعاليات اللي كلها بغت تنخرط في حزب الأصل المعاصرة اللي كيبان فيه المستقبل والأمل إن شاء الله الرحمن الرحيم.